الكرة التنزانية، لأن طلع حظ الفريقين المصريين الأهلي والزمالك هيقابلوا فريقين من تنزانيا، وطبعا في اتصالات مكثفة. وبدأت أحداث الشوط الأول وماشي نمرة 11 جوما، وتامر حفني بيلعبها لأحمد فهمي في اليمين، أحمد ماشي أحمد وفات كويس أحمد وقرب من خط المرمى وبيلعب أوفر وجول، يا محمد رمضان فوق الجول. أها معلش، أول ياسر ريان ويحصلها ياسر، برافو. وياسر ماشي وقرب من خط المرمى وبالعرض بيلعبها وجول وفوق الجول. قربنا قربنا ليه؟ معلش معلش، محمد رمضان فوق العارضة، ضربة مرة مرمى مرة ثانية ومع زميل يوسف مرزوق بنشوفها مرة ثانية وفوق العرض في باكين، وبعدين أربعة في خط الوسط وقدامهم عبد الجليل وبعدين اثنين راس حرب، يعني عامل أربع خطوط النهاردة بتتلعب. هات وخد وياسر ريان وبالعرض وأحمد فهمي الناحية الثانية تنط، وبعدين ياسر ريان معاه وفايت ياسر فايت ويلعبها بالعرض عند عبد الجليل، عبد الجليل عبد الجليل ويعمل اوفر بسرعه ومحمد رمضان وبره فوق العارضه يا وعبد الجليل خد كويس وماشي عبد الجليل وبالعارضه بسرعه و رمضان رمضان عبد الجليل ويحاول ياخدها وخدها كويس عبد الجليل وفات وفات من واحد وفات من الثاني وبالعرض وبالعرض وتتقطع مره ثانيه وهجم حسام حسن احمد فهمي احمد فهمي تاني يلم ويمشي ويلعبها بالعرض حلوه رمضان تنط وعبد الجليل وعبد الجليل ويشوط عبد الجليل ويمسكها جمعة، برافو عبد الجليل. معلش هنا الخط الحائط البشري يبقى على بعد لا يقل عن 10 ياردة واسامه بيعملها وجول وجول ورمضان وجول ورمضان ورمضان وجول جول 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 وجول ورمضان ونشوف تاني هنشوف تاني طبعا اهو اهو الاوفر بالعقل جدا وبيطلع رمضان فوق عالي وجول يا رمضان بيجيب الجول في الدقيقه 33 لما بياخد واسامه بسرعه الهجمه المرتده لرمضان محمد رمضان ماشي يلا يا محمد وتتخطف من رمضان لكن توصل الى ياسر ريان ياسر بيجري له اسامه وياسر وبالعرض الى عبد الجليل وهات وخد وياسر وجول 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 وياسر وجول وياسر وجول اثنين اثنين ياسر ريان ياسر ريان الجول الثاني ياسر ريان ياسر ريان الجول الثاني انا لسه بقول هات وخد ونشوف الجمال ده مره ثانيه نشوف الجمال مره ثانيه اهو هات وخد وياسر ريان ياسر ريان الجول الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 37 تم عربي ماشي وفي من واحد ويلعبها بالعرض حلوه وتنط وتاني فهمي بره احمد فهمي فوق العارضه معلش يا احمد حسام حسن بيقول له وطي راسك شويه معلش اهو هنشوفها مره ثانيه حسام عربي مشى بيها حلوه جدا وعملها فوق عاليه ونطت واحمد فهمي اهو لو كان بس موطي دماغه شويه كانت بقت بين الثلاث خشبات بس هو عشان يبص يا هيبتدي الحكم ابي عبد الجليل محمد عبد الجليل وبيجري له ياسر ريان برافو وخد ياسر اهو يمكن حضراتكم واضح ازاي التقدم وياسر ماشي وبعرض الملعب وتنط ويمسكها جمعة ضغط متواصل الحقيقه من النادي الاهلي وفي تغيير تاني او التغيير الاول ل المفروض في الاسبوع الجاي فطبعا في حين ان مباراه المنتخب يوم 28 اذا تقرر لها ذلك هيحصل بقى نوع من التنسيق بين كل الكلام اوفر حسام حسن وجول 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 حسام حسن وجول يا حسام حسن وجول 14 دقيقه من الشوط التالي الجول الثالث للنادي الاهلي حسام حسن اهو بنشوف مره ثانيه وليد صلاح حسام طالع زي الصقر وهوبا في الزاوية البعيدة وجول ما شاء الله 3-0 أو لسه بنقول الضربات الثابتة اللي خارج الصندوق ازاي تستثمر وازاي يجي منه يلعب وتاني تامر حفني لكن بيدي الفرصة ومتصور ان ده فرصة عبد الجليل ونمرة 16 وجول وجول لا بره يا مش ممكن ما تطلعش عمرها بره
لو اتعملت 100 مره ما تطلعش بره، ما تطلعش بره ولا مره الحقيقه. وليد صلاح يعني كان هو والجول والثلاث خشبات والجول بره، الناس كلها هنشوفها مره ثانيه اهو. حد يقول ان دي تطلع بره والجول فاضي؟ ويشوطها اماميه، مش وهيحصلها فعلا وليد صلاح الدين، وحصلها فعلا وليد وما عداش الخط. وليد بالعرض وعلى خط المرمى ولعبها اوفر حلوه وحسام، يا قلشت يا حسام، كان لازم توقفها بالراحه على صدرك وتعمل حد. معلش هذه خشبه وليد صلاح الدين وعدى وليد وجول وجول وليد وليد وجول وجول وليد صلاح الدين، يا يا اربعه 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 وليد صلاح الدين، يا بقول وليد صلاح الدين وجول. وليد صلاح الدين بيجيب الجول في الدقيقه 23، الجول الرابع، الجول الرابع في الدقيقه 23. وليد صلاح الدين بيجيب الجول الرابع للنادي الاهلي عشان يعزز الفوز. ونشوفه مرة تانية اهو، بنشوف ايه مشي اهو، عبد الجليل عملها ما شاء الله، وطلع وليد بكل رشاقة خدها ومشي وثقة وفي الجنب وبسرعة جدا، ولمح الجول بره وحطها في الزاوية تتهادى. الجول الرابع للنادي الاهلي، وابتدى الجمهور يقول 1 2 3 4، وبره ضربة مرمى كده، يبقى كلامه هو اللي ماشي ونحترمه طبعا. ضربة حرة مباشرة صالح النادي الاهلي على حدود منطقة الجزاء. هنشوف يا ترى ايه الفكرة هنا، جابوا جولين من خارج الصندوق، يا ترى حسام حسن جول، حسام حسن جول، ايه ده ايه ده، الفكر هنا متنوع، حسام حسن جول بشكل جديد في توب جديد، حسام حسن بيجيب الجول الخامس. بنقول ايه؟ بنقول من خارج الصندوق ما شاء الله، كل الكور الثابته استثمرت احسن استثمار، مره من اسامه، مره من وليد، المره الثالثه مباشره من حسام في المقص بتزرغت. خامس جول، الجول الخامس لحسام حسن. اهو بنشوف مره ثانيه، اهو عايزين نشوف، اهو حسام تمويه وحسام بالعقل، اهو في فكره وفي الزاويه القريبه. وليد صلاح الدين اللي جاب الجول الرابع الجميل اللي شفناه، واوفر الناحيه الثانيه عند طارق خليل. جومه يمسكها، جومه حارس المرمى ايزا جمني، لكن هذه خشبه بياخد وبيتقدم وماشي، اهو بيفوت من واحد والثاني، لكن بتتقطع منه وياخدها بامبا نمره 8، بامبا ومعاه وليد صلاح الدين. ابراهيم حسن مرة تانية الهجمة المرتدة ملهاش لازمة أبدا، وعلى حدود منطقة الجزاء ويشوط ويمسك شوبير، يمسك شوبير. طبعا نقدر نقول إن شوبير النهاردة من الشوط الثاني خمس تجوال، حسام حسن جاب جولين وبيصفر الحكم نمس مرزاق بنتاع الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة فوز النادي الأهلي بخمس أهداف.